يعني هنبتدي الجلسة الأولى لمؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الروماتيزم والمناعة، وأنا بيشرفني إني بكون في رئاسة الجلسة دي مع الدكتورة منال. وطبعا يعني حضور الإيجيسير ده يعني من المؤتمرات القوية جدا دلوقتي، وأنا لما قريت المؤتمر الحقيقة أعجبت بيه تماما، ويعني متحضر بطريقة جيدة جدا وإن شاء الله كلنا نستمتع بيه. في الجلسة الأولى يعني هنبتدي الجلسة، الدكتور صلاح عبد الباقي هيكلمنا في الـ Year Review. اتفضل يا دكتور صلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. كما عودتكم لقائنا السنوي Year in Review، ومع الأحداث الكثيرة في السنة دي اللي حصلت الحقيقة زي ما كلنا عارفين، فالواحد عايز يبتدي يحضر الموضوع من أول تاني. طبعا Year in Review 2020 Quick Journey Through 2020 with a few stops along the way focus on practical and clinical aspects mainly. الحاجات اللي ليها clinical repercussion علينا في الميديكال باكس بتاعنا. We live now in exciting times for rheumatology and clinical immunology مع great advances with many new guidelines with classification criteria. Let us start with rheumatoid arthritis first. في ترايل انتشر في اليولار اللي هي الاكتف كونفشنال تريتمنت، اكتف كونفشنال تريتمنت فيرسس 3 بيولوجيكال تريتمنتس في الايرو روماتويد ارثرايتس اللي هي نورد ستار ترايل برزنتد في لاست يولار اللي كان معمول برضه فيرتشوال ميتنج. كانت الهدف بتاعها بالكومبير البيشنتس اللي هو اتشيف ذا ريميشن بالاكتف ثيرابي. To compare the patients who achieved the remission with active conventional treatment, اللي هو يبقى ميثوتريكسيت وستيرويدز, versus three of different biologic therapies in early rheumatoid arthritis and to see results after 24 weeks, بعد 6 شهور. This كانت a big trial, كان فيها more than 800 patients, 812 participants from different countries, mainly Scandinavian countries, Sweden, Norway, Denmark, وهولندا. كانت multi-center randomized study, early RA less than 24 months. The patient randomized in four arms, كل الارمز هتاخد methotrexate 25 milligrams. اول ارم بياخد اللي هو الاكتيف conventional treatment, methotrexate plus prednisolone 23 milligrams, وبعد كده بنعمل تابرنج للبريدنيزولون. الارم الثاني سيرتوليزوماب 200 ميلي جرامز افري 2 ويكس. الارم الثالث اباتاسيب 125 ميلي جرام سبكوتينيوس افري ويك. الارم الرابع توسيلوزوماب سبكوتينيوس 162 ميلي جرامز افري ويك سبكوتينيوس. كان البرايمري اند بوينت كان سيداي ريميشن سيداي ليس ذان 2.8. هي الريزلتس كانت مدهشه بتاعت الترايل دي انه الكل الارمز الاربعه ادوا هاي ريميشن ريتس وير فاوند اكروس اول فور تريتمنت ارمز ات 24 ويكس بعد 6 شهور. دي كانت النتيجه البرسنت اللي حققوا السيداي ريميشن بعد 24 اسبوع اقل من 2.4 2.8. كل الارمز كلهم حققوا فيري جود ريزلتس، وكانوا الريزلتس كلها كومبارابل لبعضها. يمكن الاباتا سيبت كان اعلى سنه شويه والسيرتوليزوماب اعلى سنه شويه، لكن مور اور ليس ما كانش فيه ديفرنس سيجنيفيكانس بين كل الارمز الحقيقه يعني. وبالتالي this underscores the efficacy of active conventional treatment based on methotrexate combined with glucocorticoids and may guide future treatment strategies for early RA by using this active conventional treatment obtaining these good results, as you see.
في ترايل تانية بقى عكس الترايل دي اللي هي تابرنج. احنا عارفين دايما بنحب نعمل تابرنج التريتمنت بتاع الروماتويد افتر اتشيفنج ريميشن. فالترايل دي الحقيقه اللي هي تابرنج توورز دي التو يير ريزلتس بتاعت التارا ترايل. تارا ترايل دي اللي كانت معموله على دراسه التابرنج استراتيجيز المختلفه والريزلتس بتاعتها ايه اوفر تو ييرز. دي لسه منشوره لسه في الشهر ده في الانالز اوف روماتيك ديزيز سبتمبر 2020. كان الاوبجكتيف بتاعها نشوف ال evaluate the cure a two-year effectiveness of two tapering strategies. The first strategy اللي هو عمل tapering الأول لـ conventional synthetic DMR وبعد كده أعمل platin F inhibitors بعد كده. The second strategy إن أنا أبتدي الأول أعمل tapering platin F inhibitors وبعد كده أعمل الـ conventional synthetic DMR. طبعا الـ patients دول دي كانت multi-center randomized controlled trial. بيخش فيها البيشنتس اوف روماتويد ارثرايتس اللي هم دخلوا في ريميشن على الاقل لمده 3 شهور، يعني الداس بتاعهم كان اقل من 2.4 ديب ريميشن، ما يكونش عندهم سوالن جوينتس. يا اما نعمل هنعمل تابرنج للكونفشنال سينثيتك دمار وبعد كده التي ان اف انهبيتورز، يعني العيين دول كانوا ماشيين على كومباينيشن اوف كونفشنال سينثيتك دمار وتي ان اف انهبيتورز. فالاستراتيجي الاولانيه نعمل تابرنج للكونفشنال سينثيتك دمار وبعد كده للتي ان اف، والثانيه الاستراتيجي الثانيه العكس، هنعمل للتي ان اف الاول وبعد كده للكونفشنال سيستيك دمار. وكان البرايمري اند بوينت بتاعتنا نسبه البيشنتس اللي حصل لهم فلير في نهايه التجربه. الريزلتس كانت انه الحقيقه التابرنج بتاع الكونفشنال سيستيك دمار اللي في الاول بعد 24 شهر بعد 6 شهور كان نسبه اللي حصل لهم فلير 61%. بينما اللي عملنا تابرنج للتي ان اف انهبيتورز في الاول كانت النسبه 62%، يعني قريبين جدا من بعض. وايضا الداس والهاك ديزيز اندكس والريديوجرافيك بروجريشن ما كانش في فرق سيجنيفيكانت بين التو تابرنج استراتيجيز. وبالتالي the order of tapering did not affect الفلير ريتس، سواء سحبنا الكونفشنال سيستيك دمار في الاول او تي ان اف انهبيتورز في الاول، النتيجه كانت بتاعت الفلير كانت ذا سيم. وبالتالي طبعا ما دام التين سيميلر افكت سيميلر اوت كام، يبقى سنسبل ان احنا نقول نتابر تي ان اف انهبيتورز الاول بيكوز اوف ذا هاير كوست. يعني انا عندي عيان ماشي على كومبينيشن تي ان اف انهبيتورز مع كونفشنال سنسيتك دمار هو مني طبعا مش تريكسيت، ودخل في ريميشن والريميشن ده على ديب ريميشن لمده على الاقل 6 شهور، ممكن اعمل ابتدي تابرنج للتي ان اف انهبيتور في الاول وبعد كده ممكن ابتدي افكر في التابرنج بتاع الكونفشنال سينثيتك دمار. اللي قدروا يوصلوا الى دراج فري ريميشن يعني يبطلوا الدواء خالص كانوا 15% من البيشنتس ويز روماتويد ارثرايتس، سواء عملوا التابرنج الاول للتي ان اف في الاول او الكونفشنال سينثيتك دمار في الاول، قدروا يوصلوا ل 15% من البيشنتس ممكن يخشوا في دراج فري ريميشن. دي اللي هي تارا ترايل، وانتشرت لسه السكند دي ريزلتس بتاعتها في انالز اوف روماتيك ديزيز سبتمبر 2020. ما زال طبعا الجاك انهبيتورز في روماتويد ارثرايتس، جاك انهبيتورز will probably be the leading treatment في روماتويد ارثرايتس in the near future. ابتدوا ياخدوا موقع مهم جدا. لحد دلوقتي في ثلاثه جاك انهبيتورز واخدين ابروفال اللي هم التوفاسيتينيب الجيلجنس في 2012، باراسيتينيب اللي هو الاولوميانت 2017، وفاداسيتينيب اللي هو رينفوك في 2019. ولسه في البايب لاينز في ماني جاك انهبيتورز زي الفيرجوتينيب والبيفيتيسينيب والديسيرنوتينيب. الفيلجوتينيب ابروتشنج ان ياخد فيري نيلي ياخد الابروفال. الجاك انهبيتورز ممكن تستعمل في الروماتويد اللي هي ال ان نوت ريسبونسيف للكونفشنال سينثيتك دمار وذ ان ادكويت ريسبونس للكونفشنال سينثيتك دمار او البيولوجيك دمار حسب النيو الار ريكومنديشنز، ممكن استعملها بعد الفيلير اوف كونفشنال سينثيتك دمار. ممكن تستعمل ككومباينيشن او كمونوثيرابي، تدي رابيد اونست اوف اكشن في ظرف اسبوع اسبوعين وبتدي سستند افكت، لكن لازم اكون كوشس جدا من حاجتين مهمين مع الجاك انهبيتورز، الهربس زوستر والثرومبوتيك ايفنتس. دول اعلى الحقيقه من البيولوجيكس العاديين في التو سايد افكتس دول، الهربس زوستر انفكشن والثرومبوتيك ايفنتس. نشوف هما الجاك انهبيتورز كلهم تقريبا عملوا هيد تو هيد ترايل مع الادليموماب، في بعضهم كان not inferior للأدليموماب وبعضهم كان superior للأدليموماب.
الاوباتاسيتينيب عمل بقى كمان هيد تو هيد مع الاباتاساب، دي لسه ريسنت ببلش في الار اللي فات، افيكاسي اند سيفتي اوف اوباتاسيتينيب فيرسس الاباتاساب ان بيشنتس ويز اكتيف روماتويد ارثرايتس ويز ان ادكويت ريسبونس لبيولوجيك سيلكت شويس ترايل. استمرت 24 اسبوع، كان في ارم بياخد ال اوباتاسيتينيب 15 ملغ وانس ديلي اورالي، والارم الثاني بياخد اباتاساب انترافينسلي اللي بتاخد عادي باتاسبت انترافينسلي، وبنشوف الريزلتس عند 12 اسبوع وعند 24 اسبوع. الحقيقه في كل السكورز يعني التشينج من الداس من البيز لاين تشينج من الداس سي ار بي والداس سي ار بي ريميشن والداس سي ار بي لو ديزيز اكتيفيتي والاي سي ار 20 والاي سي ار 50 والاي سي ار 70 كل البارامترز عند الاسبوع ال 12 وعند الاسبوع ال 24 كان الاوباتاسيتينيب كان سوبيريور على الاباتاساب. ودي كونكلوجن ان فيروماتويد ارثرايتس بيشنت ويز ان ادكويت ريسبونس للبيولوجيك ديمارس اوباتاسيتينيب واز سوبيريور تو اباتاساب بيزد اون تشينج في الداس 28 سي ار بي من البيز لاين واتشيفينج الكلينيكال ريميشن ات 12 ويكس وات 24 ويكس زي ما انتم شايفين. وكان السيفتي بروفايل بتاع الاوباتاسيتينيب كان كونسيستنت مع اللي ريبورت بريفيسلي في الترايلز اللي قبل كده. فده بين السوبريوريتي بتاعه الاوباتاسيتينيب اجينست الاباتاساب زي ما بان قبل كده كان مع الاداليموما. ده بالنسبه للروماتويد ارثرايتس. نتنقل على نقطه ثانيه مهمه طبعا موضوع يهمنا جدا اللي هو سيستميك لوبس. سيستميك لوبس الجديد في السنه دي ان في نزلت النيو ريكومنديشنز نيو الار ريكومنديشنز فور مانجمنت اوف لوبس نيفرايتس 12 في ابريل 2020. التغييرات الجذريه اللي فيها المكتوبه بالاحمر دي هقول لكم دي طبعا التارجت اوف تريتمنت از كومبليت رينال ريسبونس معناها ان البروتينوريا تبقى اقل من نص الى 7 من 10 جرام في ال 24 ساعه مع نير نورمال جي اف ار عند 12 شهر. استعمالها هيدروكسيكلوروكين طبعا اساسي 5 ملغ بير كي جي. لو في بروليفراتيف نفرايتس بنستعمل ام ام اف 2 3 جرام او اللو دوز انترافينوس سايكلوفوسفامايد اللي هو اليورو لوبس ريجيم مع جلوكوكورتيكويز. التغيير الجوهري هنا بقى الدوز بتاعت الجلوكوكورتيكويز. في البالس من دي في الاول الجرعه قلت عن اللي قبل كده، احنا بنبتدي ب 1000 ملغ ديلي ثلاث ايام مثلا 3000 ملغ، لا احنا هنا الجرعه بقت من 500 ل 2500 ملغ توتال بالس دوز مثال بريدنيزولون بالس. والمينتنس كمان قال احنا كنا بنقول ندي من نص ملي جرام الى 1 ملي جرام بير كي جي، لا بقى من 0.3 الى 0.5 من 3 من 10 ل 5 من 10 ملي جرام بير كي جي وتابر ل 7.5 ملي جرام عند 3 ل 6 شهور. دول ده تغيير جوهري في الريكومنديشنز اللي هو لوور دوزز اوف جلوكوكورتيكويز. التغيير الثاني اللي دخل اللي هو المالتي تارجت تريتمنت هو الكومباينيشن بتاع الام ام اف مع كالسيوم انهبيتورز سبيشالي بنفضل التاكرولماس. فالكومباينيشن دي بقت موجوده فعلا دلوقتي في الجايد لاينز. طبعا دي في الحالات اللي هي هتبقى فيها نيفروتيك رينج بروتينوريا او ادفيرس بروجنوستيك فاكتورز. البديل بتاع الكومباينيشن دي ان يعني نستعمل هاي دوز سايكلوفوسفامايد اللي هو الان اتش ريجيم اللي هو الدوز الاعلى، او ان احنا نستعمل هذه الكومباينيشن كمالتي تارجت ثيرابي. بعد كده بقيه الحاجات مفيش فيها تغيير جوهري اللي هو المينتنس بعد كده ب ام ام اف او ازاسايبرين ولو دوز ستيرويدز. العيان مش ريسبوندنج لاندكشن ريجيم معين بعمل سويتش للانذر ريجيم او بستعمل توكسيماب. في حالات الممبرنس بنفضل بالاول فيرست لاين يبقى الام ام اف مع الستيرويدز، وفي حالات الاند ستيج كيدني ديزيز بنعمل ترانسبلانتيشن كبريفيرد ريبليسمنت اوبشن. ده بالنسبه للنيو ال ار ريكومنديشنز فور مانجمنت اوف لوبس نيفرايتس. البيبر قدمت كانت في الار 2020 اللي هو الفوكال سبورين، وانا قلت لكم عليه قبل كده في البيست اوف الار قبل كده. ده نيو او نوفل كالسينيورين انهبيتور بيشتغل بانه بيعمل بلوك للانترلوكين 2 اكسبريشن، بيعمل انهبيشن للتي سيل ميديتد اميون ريسبونس وستابلايز البودوسايتس في الكدني فبيقلل البروتينيوريا سيجنفيكانت. يعني يعتبر ده نيو كالسينيور انهبيتور ب افيكاسي اعلى وسايد افكتس اقل ومش محتاج ريجولر مونيتور. اتعمل له فعلا فيز 3 كلينيكال ترايل هي الاورورا كلينيكال ترايل. في ارم
كان استعمل العلاج العادي اللي هو الام ام اف مع الاورال ستيرويدز، واستعمل بلاسيبو، والارم الثاني استعمل الكير الستاندرد اوف كير اللي هو الام ام اف مع الاورال ستيرويدز مع الفولكو الفوكلوسبورين ده 23.7 ملي جرامز توايس ديلي. وشفنا الريزلت بنهايه ال 52 اسبوع. طبعا الاثنين كان معاهم ستيرويدز، اتعمل لهم تابرنج لحد ما وصلنا ل 5 ملي جرام عند الاسبوع 16، ومشينا بعد كده على 5 ملي جرام. كانت الريزلتس الحقيقه فيري سترايكنج، انه بنهايه ال 52 اسبوع البرايمري اند بوينت بتاعتنا كانت الكومبليت رينال ريسبونس اللي احنا قلنا عليها بكده، اللي هو البروتين باقل من نص جرام في اقل من نص جرام في ال 24 ساعه. وجدنا انه الحق الكومبليت رينال ريسبونس ده الارم بتاع الفوكلوسبورين حقق 40% تقريبا ريسبونس، بينما الستاندرد اوف كير اللي من غير الفوكلوسبورين حقق اونلي 22%، هايلي سيجنيفيكانت ديفرنس بين الاثنين. وادوا كونكلوجن ان الفوكلوسبورين واز افيكاسيوس ان بيشنتس ويز ديفيكالت تو تريت لوبس نيفرايتس ويز نو ان اكسبكتد سيفتي سيجنالز. وبينتظر ان هو ياخد اف دي ابروفال السنه الجايه، والشركه عندها امل ان يبقى الفيرست دراج ياخد اف دي ابروفال فور تريتمنت اوف لوبس نيفرايتس. ده الفوكلوسبورين ذا نيو كالسيديورين انهيبيتور. سبونديلو أرثرايتس. السيكوكينوماب significantly improved the signs and symptoms of non-radiographic axial SpA في prevent trial اللي هي تقدمت في الرايل في برضه 2020. Prevent trial دي أول study بتعمل evaluation للسيكوكينوماب 150 ملي جرامز with and without loading dose في patients اللي عندهم non-radiographic axial SpA. بتشوف الافيكاسي في خلال 52 اسبوع لمده سنه. كان اكثر من 500 عيان، 555 عيان عندهم نون راديوجرافيك اكسل سبا حسب الكريتيريا بتاعه الاساس. ارم اخذ 150 ملي جرام سيكوكينوماب لودنج دوز، والارم الثاني اخذ 150 ملي جرام من غير لودنج دوز، والارم الثالث اخذ بلاسيبو. كانت النتيجه انه السيكوكينوماب 150 ملي جرام provided significant and sustained improvement to signs and symptoms to all patients with non-radiographic axial SpA عند الاسبوع 52. ما كانش فيه major difference، الحاجه اللي تهمنا جدا كمان، ما كانش فيه major difference بين الناس اللي خدوا loading dose واللي ما خدوش loading dose، الارم اللي with loading dose واللي without loading dose. وبالنسبه للسيفتي بروفايل كان هو نفس اللي previous reported قبل كده. وبعد الترايل دي السيكوكينوماب او الكوزنتكس اخذ approval في يناير 2020 for treatment of active non-radiographic axial SpA. ده الكيرف هنا بيوريني ازاي ان هو، شوفوا ادي هنا ده البلاسيبو اللي تحت ده، والارم الدوتد ده اللي هو بتاع اللودنج، والارم الستريت ده اللي هو بتاع النون لودنج. شوفوا الاثنين اتقابلوا بعد 16 اسبوع، الاثنين نفس الريزلت بالظبط، اللي خد لودنج واللي ما خدش لودنج. ودي بتهمنا احنا ايكونوميك الحقيقه جدا، وده نظام مطبق في التامين الصحي ان هو بيتاخد من غير لودنج. ممكن يتاخر شويه في الريسبونس، لكن في الاخر عند اسبوع 16 الاثنين هيتقابلوا في نفس النقطه. السوريتك ارثرايتس الحقيقه نزلت نيو ريكومنديشنز للار ريكومنديشنز اوف سوريتك ارثرايتس. الالجوريزم ده يمكن هيبقى صعب شويه، خلينا نروح للنقط الاساسيه. ايه الجديد في الموضوع؟ الانسيز واللوكال انجكشن اوف سترويدز ما زالوا انيشال ثيرابي. الريكومنديشن نزلت اتنشرت في جون 2020. الان اسيدز واللوكال سترويدز ممكن هم يبقوا انيشال ثيرابي. البيشنتس اللي عندهم بولي ارثرايتس او اللي عندهم اوليجو ارثرايتس وبور بروجنوستيك فاكتورز يعني مثلا داكتيلايتس او جوينت دامج، يبقى لازم على طول ياخدوا على طول من الاول كونفشنال سنسيتيف. لو حققت التارجت بتاعي كان بيها زي البروماتويد من 3 ل 6 شهور اوكي، ما كانش يبقى في الحاله دي يعني على بيولوجيك. وهنا الاداره ابتدت تقترب شويه من الجرافه اللي تقول ممكن استعمل تي ان اف او انترلوكين 17 انهبيتور او انترلوكين 12 23 انهبيتورز حسب الوضع اللي قدامي، وحسب لو كان في قد ايه سكن ريليفنت انفولفمنت ولا لا. الناس اللي عندها انترايتس ممكن نعمل ترايل في الاول بانيسيز ولوكال سترويدز، لو مفيش ريسبونس في ظرف 4 اسابيع على طول بنخش على البيولوجيك ديماندز برضه زي 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 اللي فاتوا تي ان اف انترلوكين 17 او انترلوكين 12 20. الناس اللي عندهم اكسيال ديزيز بعد الترايل اوف
نون سترويدال 4 اسابيع ما فيش ريسبونس، يبقى تيجي يبقى بندي على طول بيولوجيك. البيولوجيك هنا هيبقى اما تي ان اف او انترلوكين 17، لكن ما فيش هنا الانترلوكين 12 23 انه مش واخد ابروفال لعلاج الاكسيال ديزيز. الجاك انهبيتورز اللي واخدين ابروفال استعملوا هنا افتر فيلير اوف بيولوجيك ديماز مش فيرست لاين. الفوسفودايستريز 4 اللي هو الابريميلاس مش موجود في مصر، يستعمل في الحالات اللي مش قادر استعمل فيها كل اللي فات ده كله وما تكونش سيفير ديزيز، ما بتكون الى حد ما مايلد ديزيز. بعد كده الدراج سويتشنج بين لو في حصل فيلر بعمل سويتشنج لدراج ايا من المجموعات سواء تي ان اف او انترلوكين 17 او انترلوكين 12 23، ما عدا الاكسيال يبقى بنشيل ال 12 23 عشان ده مش واخد ابروفال في علاج الاكسيال ديزيز. وبعد كده ممكن نعمل تابرنج بات نوت ديسكونتينيويشن للبيولوجي. ده باختصار شديد جدا الريكومنديشنز الجديده بتاعت السوريتك ارثرايتس اللي اتنشرت في جون 2020. ايضا يهمنا برضو هنا في ترايل اتنشرت اللي هي احنا بنحب جدا الهيد تو هيد ترايلز في البيولوجيكس الحقيقه، بتبقى جايدنس هنا في الاستعمال. مين فيهم الاقوى، سيكوكينوماب ولا اداليموماب؟ مين فيهم اقوى على السوريتك ارثرايتس؟ سيكوكينوماب فيرسس اداليموماب هيد تو هيد comparison in patients with active psoriatic arthritis خلال 52 اسبوع 1 year اللي هي الاكسيد ترايل. الاكسيد ترايل بتشوف الافيكاسي والسيفتي بتاعت الهيد تو هيد سيكوكينوماب فيرسس اداليموماب كمونو بيولوجيك مونو ثيرابي على مدى 52 اسبوع مدى سنه للبيشنتس ويز اكتيف سوريتيك ارثرايتس. هنا بيتاخد السيكوكينوماب 300 مللي جرام ويز لودنج دوز، عشان طبعا دي هنا في سوريتيك ارثرايتس في سوريتيس يبقى 300 مللي جرام ويز لودنج دوز فيرسس الاداليموماب الجرعه المعتاده 40 مللي جرام افري 2 ويكس. البرايمري اند بوينت كانت مين اللي حقق الاي سي ار 20 عند حققوا قد ايه اي سي ار 20 عند الاسبوع 52، عدد كبير جدا من البيشنتس 853 بيشنتس ويز اكتيف سوريتيك ارثرايتس. هنجد ان السيكوكينوماب حقق 67% اس ار 20 عند نهايه السنه فيرسس اداليموماب 61%، البي مش سيجنيفيكانت يعني الاثنين قريبين من بعض ويز نو سيجنيفيكانت ديفرنس. ادى هاير ريسبونس لكن مش سيجنيفيكانت، لكن ادى ده برضه هاير متوقع ان ادى السيكوكينوماب ادى هاير ريسبونس في السكين سكورز كمان السكين اوتكمز، كان في هاير ريتنشن ريت اكتر مع السيكوكينوماب كان 85% فيرسس 76% للاديليموماب، والسيفتي بروفايل كما هو معروف عن الاثنين قبل كده مفيش نيو سيجنالز. وادوا كونكلوجن ان السيكوكينوماب از ات ليست افيكاسيوس از اديليموماب فور بيشنتس ويز سوريتيك اكتيف سوريتيك ارثرايتس بالنسبه للماسكولار سكيلتال اند بوينتس، لكن ادى هاير ريسبونس السيكوكينوماب ادى هاير ريسبونس بالنسبه للسكين اند بوينتس وكان معاه اكتر هاير ريتنشن ريت وما كانش نيو مفيش نيو سيفتي سيجنالز لكلا الدوايين في هذه التجربه. ده الهيد تو هيد ترايل سيكوكينوماب فيرسس اداليموماب ان بيشنتس ويز سوريتيك ارثرايتس. الفاسكولايتس الحقيقه في عندنا انا قلت لكم دي برضو في الالار بس في الالار الحقيقه انه اكتشف الميكانيزم بتاع الاكتيفيشن بتاع النيوتروفيل ان في عندنا كومبلمنت فراجمنت اللي هو C5A ده بيعمل اكتيفيشن للنيوتروفيل عن طريق ريسبتور عن طريق CA الكومبلمنت 5A اكتيفيتنج ريسبتور وبيعمل اكتيفيشن للنيوتروفيل وتطلع البرو انفلاماتوري سايتوكاينز ويبتدي الانفلاماتوري كاسكيد بتاع الانكا فاسكولايتس. ففي دواء طلع جديد اللي هو اسمه افاكوبان ده اورال الميديكيشن بيتاخد بيعمل بلوك للاكتيفيتنج ريسبتور للC5A كومبلمنت فراجمنت 5A اللي بتشتغل على الاكتيفيتنج ريسبتور بيعمل بلوك للريسبتور ده ممكن بالتالي يعمل بلوك للاكتيفيشن بتاع النيوتروفيل. الدواء ده اللي هو الافاكوبان دخل في ترايل اللي هي الادفوكيت ترايل فيز 3 وكان في ارم بياخد ستاندرد كير تريتمنت يعني هياخد انكا فاسكولايتس هياخد ريتوكسيماب او سايكلوفوسفامايد وبعد كده مينتنس على ازاثيوبرين مع استرويدز المعروفه 60 مللي جرام وجراديوال تابرنج وهناخد بلاسيبو بدل افاكوبان. الارم الثاني هيبقى تيست جروب هيبقى بياخد الستاندرد اوف كير ريتوكسيماب او سايكلوفوسفامايد فولو بالازاثيوبرين وهياخد بلاسيبو بدل الكورتيزون مش هياخد كورتيزون وهياخد الافاكوبان 30 مللي جرام توايس دي.
ونعمل نشوف الريميشن ريت عند 6 شهور والسستيند ريميشن ريت عند 12 شهر عند بعد مرور سنه. وجد الحقيقه ان بعد مرور سنه 65% من الارم بتاع الافاكوبان حقق سستيند ريميشن مقابل 54% الارم بتاع البريدنيزولون، وبالتالي ادوا كونكلوجن الافاكوبان السوبيريور للستاندرد استرويد ثيرابي في الاندكشن وفي المينتنس او سستيننج ريميشن بتاعت الانكا اسوشيتد فاسكولايتس، وانه ممكن ان ريبليسمنت طبعا بتاع الجلوكوكورتيكويز بالجرعات الكبيره اللي بنديها في الانكا فاسكولايتس والتوكسيستي بتاعتها ممكن انه يحسنني اللونج تيرم اوت كم في البيشنت ويز انكا فاسكولايتس. اذا ده ممكن يبقى استرويد سبيرنج وبيمنعني ان ادي جرعات كبيره من الكورتيزون اللي كنت بديها مضطر اديها في الاندكشن اوف ريميشن في الانكا فاسكولايتس. افاكوبان واخد وخلص خلاص الفيس 3 ترايل ومنتظر ان ياخد ابروفال فور تريتمنت اوف انكا فاسكولايتس في السنه الجايه ان شاء الله. ايضا احنا في الفاسكولايتس البحشت في بيبر اتنشرت في الانالز اوف روماتيك ديزيز اوجست 2020 بتقول افكتفنس والسيفتي اوف سيكو كينوماب فور تريتمنت اوف ريفراكتوري ميوكوزال اند ارتيكولار بحشت ديزيز. اللي عنده ريفراكتوري بحشت articular و mucosal. يعني ايه refractory؟ يعني resistant to conventional و biologic treatment كمان. يعني هم هنا اخذوا patient with active Behçet disease mucosal و articular refractory not responding لا للكولشيسين ولا للدمار ولا at least كمان اخذ على الاقل 1 TNF inhibitor. يعني يعتبر refractory Behçet mucosal و articular. اخذ سيكوكينوماب 150 مللي جرام وادوا مجموعه 300 مللي جرام وجد ان هو سيف وافكتيف في التريتمنت اللي عندهم بشات وميوكوزال وارتيكولار ديزيز وريفراكتوري للاذر تريتمنتس. وجدوا ان 300 مللي جرام الحقيقه عملت سوبيريور كومبليت ميوكوزال اند ارتيكولار ريسبونس ويز نو سيريس ادفيرس ايفنتس. دي نيو موداليتي اوف تريتمنت لريفراكتوري بشات ديزيز وانتشر زي ما قلت لكم في اغسطس 2020 الشهر اللي فات لسه على طول في الانالز اوف روماتيك ديزيز. الاوستوكلت نيورو كومنديشنز بتاع الامريكان كولج اوف فيها جديد خالص تمام طبعا السيكولوجيكال والمايند بودي ابروتش الحاجات كلها بقى اللي هي الويت لوس والحاجات دي كلها والاكسرسايز والحاجات دي كلها. لكن بالنسبه للدراجز الحقيقه هما الحاجات اللي سترونجلي ريكومندد الاورال نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز لكل انواع سواء هاند او ني او هيب اوستو ارثرايتس. التوبيكال ستيرويدز كانت اللون الغامق ده سترونجلي ريكومندد والون الفاتح ده اللي هي كونديشنالي ريكومندد يعني ريكومنديشن اقل ايفيدنس يعني. التوبيكال ستيرويدز سترونج للني لكن كونديشند الانجكشن بتاع الستيرويدز لوكال كان سترونج بالنسبه للني والهيب لكن كان كونديشنال بالنسبه للهاند. الباراسيتامول ترامادول دولوكسيتين كلهم كونديشنال ريكومندد الثلاث انواع للهاند والني والهيب. والكوندروتين كان ريكومندد للهاند كوندروتين سلفيت للهاند والتوبيكال كابسيسين للني كونديشنال ريكومندد. فكان زي ما شايفين كده مفيش اي جديد في طبعا ما جابش لك الجلوكوزامين ولا الهيرونيك اسيد ولا البي ار بي الحاجات دي كلها معترض عليها كلها. اخيرا بقى نقول طبعا الكورونا فيروس ديز مش هنقول 2020 من غير ما نجيب سيره الكورونا فيروس ديزيز. طبعا عارفين ان احنا كان مشكله الكورونا السنه دي والكوفيد 19 اللي هي اخذت معظم سنه 2020. احنا في عندنا اثنين داتا بيز في الار كوفيد 19 داتا بيز بيجمعوا فيها حالات الروماتيك ديزيز اللي جالهم كوفيد 19 وفي واحده انترناشونال اللي هي الجلوبال روماتولوجي الاينس كوفيد 19 ريجستري نشروا في الانالز اوف روماتيك ديزيز من حوالي ثلاث شهور كده حالات الروماتيك ديزيز اللي جالهم كوفيد الاوت كام بتاعهم كان الكاركترستكس البيشنتس ويز كوفيد 19 البيشنتس ويز روماتيك ديزيز اللي جالهم كوفيد 19 كان في المية منهم حصل لهم هوسبيتاليزيشن والاوت كام بتاعهم كان ايه. كان في 600 حاله جمعوا 600 حاله في الريجستر دي من 40 دوله ووجدوا ان هوسبيتالايز نصهم تقريبا 46% 9% منهم دايت. وجدوا انه البريدنيزولون اكثر من 10 مللي جرام هو كان اكثر حاجه مرتبطه مع الهوسبيتالايزيشن لكن بقيه الادويه كلها ما كانش في اي علاقه مؤكده.
فادوا كونكلوجن في الاخر دي لارجست كولكشن اوف كوفيد 19 كيسز امونج بيشنتس ويز روماتيك ديزيز 600 حاله من 40 دوله. وجدوا ان الاولدر ايج وجود كوموربيديتيز طبعا الحاجات المعتاده دي معروفه الناس كفاكتورز بلس هاير دوزز للبريدنيزولون اكثر من 10 ملغ كانت هي اكثر حاجه مرتبطه بالهاير ريسك اوف هوسبيتاليزيشن، بينما لم يثبت على البيولوجكس ولا الجاك انهبيتورز ولا الانسيدز ولا الانتي مالاريالز كان ليها علاقه بالهوسبيتاليزيشن. دي اتنشر في الانالز اوف روماتيك ديزيز من حوالي 3 شهور وبناء على تجميعه من الجلوبال روماتولوجي الاينس ريجستري اللي هي الناشونال اللي هي الانترناشونال ريجستري. اخيرا مجموعه اخبار متفرقه للروماتولوجي في 2020 دي اخر سلايد لينا. القيمه الاوروبيان ميديكال ايجنسي ادت باك للابروفال بتاع الفيلجوتينيب اللي هو جيزيليكا اللي هو النيو جاك انهبيتور بتاع شركه جليات المعروفه. ادوا يعني لسه ما خدش ابروفال لكن ويتنج فور خلاص يعني البورد ادى بيرميشن ان يتعمل له ابروفال، بينما الاف دي اعترضت عليه وطالبه فيرزر ستادس اعترضت على الابروفال بتاعه. تاني حاجه الاف دي ابروفد اول دراج للادلت اونشيت ستيلز ديزيز اللي هو الكانكينوماب اللي هو الايلارس ده اخد اف دي ابروفال فور تريتمنت اوف ادلت اونشيت ستيلز ديزيز في 19 جون 2020 وممكن يستخدم طبعا في اليونج ايج اكتر من سنتين في الستيلز ديزيز اللي مش غير بتاع الادلت اونست ممكن في الصغيرين في الاطفال فوق اباف 2 ييرز. ايضا الاف دي ابروفد الكوزنتكس فور تريتمنت اوف اكتيف نون راديوجرافيك ساكرو الياتس زي ما قلت لكم في اثناء المحاضره. والاف دي ريفوكس سحبت الامرجنسي يوز فايس ادمدياك الهيدروكسيكلوروكين في الكوفيد 19 كانت موافقه على ادي ايمرجنسي لايسنس في مارس 28 مارس 2020 رجعوا سحبوه تاني في 15 جون 2020. اخر حاجه انا عندنا اشهر مجلتين في الميسن اللي هم نيو انجلاند جورنال اوف ميسن ولانسيت الحقيقه الاثنين نشروا تو بيبرز مضروبين وسحبوهم تاني على طول على الكوفيد. لانسيت كانت نشره بيبر مشهوره طبعا بتاعت الهيدروكسيكلوروكين دي واتسحبت ريتراكتد بعد ما اتنشرت والنيو انجلاند جورنال بعد كذا ساعه سحبوا لنفس المجموعه الريسيرشرز دول بيبر كانت على الكاردو باسكولار افكتس. اند ثانك يو فيري ماتش فور يور اتنشن. ثانك يو دكتور محمد صلاح على المحاضرة الجميلة دي. واحنا دايما الحقيقة بنستمتع بالمحاضرة بتاعت الير ريفيو اللي بيقولها لنا دكتور محمد صلاح. ودلوقتي هنشوف الدكتورة أميرة الجربي هتكلمنا على What is new in systemic lupus. واحنا طبعا كلنا عارفين محاضراتها الممتعة وزي هي يعني متخصصة الحقيقة في الكلام على systemic lupus. تفضلي يا دكتورة أميرة. بسم الله الرحمن الرحيم. Current and future service for systemic lupus erythematosus. قبل كل حاجة لازم نشكر الهيئة المنظمة للمؤتمر ونشكر رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية وإن شاء الله مؤتمر ناجح. The recently introduced treat-to-target approach in the management of lupus emphasized the minimization of disease activity as a principal goal of therapy. However, the variable response of different organ manifestations to the same immunosuppressive agent render a one-size-fits-all approach practically impossible. يعني ما فيش عندي دراج واحد يقدر يعالج لي لأن اللوبس دي many system affected. الحقيقة despite the improvement of treatment for disease prognosis لكن still there is numerous challenges remain for the management of systemic lupus erythematosus. ايه التشالنجز دي؟ اول حاجه الفلير اب بيرزيستنت فلير اب
persistent disease activity, persistent toxic manifestation when chronic use of glucocorticoid or immunosuppressive, progressive irreversible damage, and lastly, طبعا reduced survival. لو جينا نبص للجرافز دي نحزن قوي. المورتاليتي ريت في الريشيو higher في younger patients with systemic lupus عن اليوجوال population. اليولار ابديت 2019 قالت ريكومنديشن ايه على اللوبس, ان التريتمنت شود ايم ات ريميشن اور لو ديزيز اكتيفيتي اند ذا بريفنشن اوف فليرز ان اول اورجن وذ ذا لوست بوسيبل دوز اوف جلوكوكورتيكويد. مش كده وبس, هي قالت الـ initiation of immunosuppressive therapy as a steroid sparing should be started early. طب الـ definition of remissions لو انتوا بصيتوا كده صعب قوي remission في اللوبس, واللي بيشتغل لوبس يعني احنا لو بنوصل للو ديزيز اكتيفتي بيبقى كويس قوي. قالوا الـ complete remission اهو لازم يكون لا بتدي immunosuppressive ولا prednisone أو serologically negative. طبعا ده مش معقول. إنما الكمبليت remission on treatment قالوا يا إما أقل من 5 ملغرام prednisone وكمان allowed immunosuppressive, لكن لو أنت عايزه complete قوي لازم يبقى serology negative وده صعب زي ما قلنا. طيب لو جينا نشوف التشالنجز دي نحلها إزاي, يبقى لازم نشوف الـ current conventional therapy اللي بنشتغل بيه وهل ممكن نطوره ولا لا. أول حاجة بنشتغل بالهيدروكسيكلوروكين, كلنا عارفين إنه هو الـ anchor drug والـ mainstay of treatment of lupus و has a lot of valuable effect على disease course. أدي أهو شايفين بيعمل prevention of disease manifestation, protection from infection, prevention of autoimmune neonatal heart block. يعني لو عيانة عندها أنتيرو أرجوك تديلها الهيدروكين عشان النيونيتال heart block, الcorrection of lipid abnormalities والmetabolic syndrome, وبالتالي ده هيكون الإفكت lower disease activity والsurvival improved survival. الفوكس بقى recently switched للpractical position regarding adherence to treatment, relationships between blood concentration and disease course, a sensitive screening for detection of hydroquinone-induced retinal toxicity. الادرنس تو تريتمنت لقوا انه الكومبلاينس تو تريتمنت سيفرال اوبزرفيشنال ستاديز سب اوبتيمال, وانما لقوا الناس اللي عندها لوور ديزيز اكتيفيتي بيبقى عندهم هاير كونسنتريشن اوف هيدروكسيكلوروكين. يبقى ده يبين لك قد ايه هو مهم. والمورتاليتي ديكريز, شايفين الجراف ده المورتاليتي ديكريز ويز ايه هيدروكسيكلوروكين ادرنس. طب what about the retinal toxicity? الريتينال توكسيستي قالوا لازم يبقى اللي هو الامريكان اكاديمي اوف اوفثالمولوجي قالت you must have sensitive approach to the screening of hydroxychloroquine retinal toxicity اللي هو الفيجوال فيلد والاو سي تي, وكمان شددوا على ان الديلي دوز ما تكونش اكتر من 5 ملي جرام بير كي جي. طيب والهاي ريسك بيشنتس, يعني ايه هاي ريسك بيشنتس؟ يعني لو جايالي بيشنت ويز كرونيك كيدني ديزيز الجي اف ار بتاعها اقل من 50 ما تظلمش الهيدروكسيكلوروكين وتقول انه عمل ريتينال توكسيستي. انت لازم تقلل الدوز لانه هو حتى في العيانين اللي بيعملوا لهم دياليسيس بيفضل موجود الدم. يا اما واحد عنده اوريدي بري تريتمنت للريتينال او الماكولار ليجنز قبل ما يبدا, عشان كده البيز لاين لازم تعمله اللي بيسموه 5 في 5. يعني ايه 5 في 5؟ يعني ات بيز لاين تعمل او سي تي وفيجوال فيلد ولمده 5 سنين, بعد كده تعمل تاني وفي 5 يعني نوت مور ذان 5 ملغرام بير كي جي.
طب الاوبتيمال كومبلاينس تو هيدروكين انكريز الريتينال توكسيستي، احنا قلنا الاستاديز قالت انه سب اوبتيمال كومبلاينس، وان البريودك اي اكزامينشن هتبين لنا، وعشان كده بناكد ان نو فاندوسكوبي ده اكوردنج للايه للامريكان اكاديمي. والكونسنتريشن طبعا احنا ما بنعملش ايه ميجرمنت للكونسنتريشن، لكن لو تقدر تعمل علشان خاطر التوكسيستي برضه. احتليولار 2019 update قالت ايه بقى؟ recommended for all patients unless contraindicated اللي قلنا عليهم، والabsence of risk factor يبقى زي ما قلنا 5/5. نيجي لتاني دراج جلوكوكورتيكويد برضه زي الهيدروكسيكلوروكين، الكنترولد ستاتس تيستينج في الجلوكوكورتيكويد ريجيمين في اللوبس، لكن وما نقدرش ننكر ان السيفير لوبس مانيفستيشن الافكسي از ويل استابليش، بس ويل استابليش بايه بقى؟ بالانكريزد ريسك، واخدين بالكم ازاي؟ وبعدين الحاجه الثانيه الانكريزد ريسك اوف دامج وانكريزد ريسك اوف انفكشن. اتيمس كتير اتعملت عشان ايه نقلل الجلوكوكورتيكويد دوز، الديتوكسي لوب بتاع الامبريال كوليدج اللي هو بيدي الماب سيرا مع وما فيش خالص جلوكوكورتيكويد، اليورو لوبس سواء الهاي او اللو، المايكوفينوليت موفيتيل مع اللو دوز جلوكوكورتيكويد، كل دي اتيمس اتعملت عشان نقلل الايه الدروبات. يبقى احنا كلنا عندنا فيرم بليف ان الجلوكوكورتيكويد should be given at a very lower concentration، ولكن كلنا برضو عارفين ان الهاي دوزز cannot be avoided في الايه في السيفير كيسز. دي سكيدول جميله عمل الحقيقه دي اتنشرت 2019 على السيفيريتي ستراتيفيكيشن، وقال الاوان بقى ان احنا نعدل طريقه ايه عطائنا للجلوكوكورتيكويد. قالوا في المايلد ديزيز من فضلك ما تديش جلوكوكورتيكويد، المودريت تدي البالس قد ايه؟ الله ندي بالس في المودريت قال لك 1 تو 2 بالسز والماكسيمم 500 مللي جرام. ده بينفعك ان انت لما تدي اورال يبقى نوت مور ذان 30 مللي جرام بير داي او نص مللي جرام بير كي جي. نص مللي جرام وهو اكتر من 60 كيلو لا ادي 30 مللي جرام ماكسيمم. طيب هتديها لقد ايه؟ تشوفوا بقى اللي ايه التابرنج عملوه ازاي، هي جميله جدا. والبيبر دي ده الراجل اللي عامل الجايد لاينز ال 2019 بتاعت اليولا، قال 5 مللي جرام تابرنج من 7 ل 10 ايام لغايه ما توصل لل 15، ابدا نقص 2.5 لغايه ما توصل للاند ريزلتس ان انت اقل من 7.5 مللي. السيفير بقى مانيفستيشن قالوا ايه؟ شوف البولس كام؟ 500 مللي جرام ل 1000 مللي جرام بير داي و 3 بولسز بس مش 5 ولا حاجه، وبعدين بتنزل ل 0.6 مللي جرام بير كي جي والماكسيمم 50 مللي جرام. هنا بتعمل تاكلينج من 10 ل 14 يوم حسب الايفالويشن بتاعك انت، وايه لغايه اما توصل ل 20 مللي ابدا اعمل تاكلينج ل 2.5. اليولار قالت ايه بقى؟ اليولار قالت جلوكوكورتيكويد كان بي يوزد ات دوزز اند روت اوف ادمنستريشن ديبند على التايب والسيفيريتي اوف اورجان انفولفمنت. علشان كده التريت تو تارجت زمان قالت تريتمنت اوف لوبس شود بي باي اكسبرت. لوبس شود بي تريتد باي اكسبرت، انت اللي هتحدد الدوز وانت اللي هتحدد الروت اوف ادمنستريشن. وقالوا نفس الكلام بقى اللي قلناه من 250 ل 1000، وابدا فيري ايرلي الايه الاميونو سبريسيف علشان خاطر تقلل الهازرز اوف جلوكوكورتيكويدز. طب الاميونو سبريسيف دراجز احنا قلنا ايه؟ مفيش دراج فيتس اول، مفيش، يبقى لازم انا اعرف طب ادي ايه الاوبتيمال ايجنت ستيل ترايل وايرور. والليش واللوش ثريشولد اوف انيشيشن ان احنا ابدا بدري ده معروف علشان الجلوكوكورتيكويد.
طيب احنا عارفين ان بالنسبه للايمينو سبريسيف او للسيرتسبيرين الفيرست لاين هو الام ام اف والازا والميثوتريكسين. الام ام اف جميل لانه بينفع في المالتي سيستميك ديزيز، الميثوتريكسين في الارثرايتس والكوتينيوس انفولفنج، والازا والسايكلوسبورينز في الهيماتولوجيكال والبيشنت بلانينج فور بريجننسي. السايكل فوسفامايد كلنا عارفين ان هو ده ريسك ثيرابي في الايه في اللايف ثريتنينج ديزيز. الكرنت لوبس نيفرايتس ايه اللي جاب سيرتها؟ هنرجع تاني للسلايدز اللي قبلها، قلنا مفيش هاي كواليتي ستاديز الا في الرينال والسكين اللي قالوا لنا تستخدموا انهو اميونو سبريسيف دراجز. اهي بقى اللوبس نيفرايتس فعلا قالوا يا اما ام اف ام اف ولو دوز انترافينوس سايكلوفوسفامايد، يا اما الهاي دوز. الهاي دوز بنستخدمها امتى؟ في البور بروجنوستيك فاكتور او ايه الامبيرد رينال فانكشن والادفيرس هيستولوجيكال فاين. بس ما ننساش وانت بتعالج ان السايكلوفوسفامايد افكتيف اكتر في الكوكيسيان والام ام اف في البلاك والهسبانيك. وحاجة كمان إن اللو دوز سايكلوفوسفامايد لها فايدة جامدة قوي إن نو إمباكت أون إيه أوفيريان ريزيرف. الكالسينيورين إنهبيتور كونسيدرد فور بيشنت ويز بروليفريتيف أو ميمبرنس، والناس اللي عندها بروتينيوريا ونيفروتيك سندروم إيه ونوت ريسبوندنج. الأولد دراج والنيو ستوري، إيه الأولد دراج؟ الكالسينيورين إحنا كلنا بنعرفينها اللي هي السايكلوسبورين والتاكرولمس، صح؟ السايكلوسبورين والتاكرولمس لهم ايه افكس از ا فيري لاين از ا فيرست لاين تريتمنت وبيبقوا كويسين قوي. لكن في اشيان ستاديز اتنشرت ايه 2016 قالت ايه ان الكومباينيشن اوف تاكرولمس ويز ام ام اف سوبيريور تو سايكلوفوسفامايد في الاندكشن فيز، وبعد كده بقى اعمل ايه مينتنس دوز. طيب الستادي دي ايه الليميتيشن اوف لها؟ اول حاجه انها على الاشيان بس مش على ريسس ثانيه. الحاجه الثانيه الشورت تيرم فولو اب، هم اشتغلوا ست شهور بس وما نعرفش بقى اللونج تيرم يوز اوف كالسينيورين انهبيتور ريزز ذا ريسك اوف ويل نون هارم زي ايه الميتابوليك الدايبيتس بالذات مع التاكرولمس والنيفروتوكسيستي مع برضه التاكرولمس وايه بيبقى عادي. طيب في جديد، ايوه في نيو دراكس اللي هو الفوكلوسبورين. الفوكلوسبورين ده برضه كالسينيورين انهبيتور نوفل انفستيجيتد وجميل، وادى التو فيز تو ترايل، كانت الفيرست ترايل اوف بوتنشال تريتمنت ودت بروميسنج دراكس. لقوا الحاجة الحلوة قوي ان لقوا الفوكلوسبورين ان انت لو اديته بلو دوز مقرب قوي للريزلتس من الهاي دوز، وده بيقلل الرينال توكسيستي والميتابوليك وكل الكالسينيورين ايه انهيبيتور افكت. والسيفتي ايشو بتاعته الحقيقة كانت كويسة قوي. ادي اهو الاورا ستادي دي تقارنت بين الايه اللو والهاي دوز. بعد كده اليولار قالت ايه؟ اليولار ريكومنديشن قالت ان ان بيشنت ريسبوندنج تو هيدروكين الون او مع جلوكوكورتيكويد نفس الكلام استخدم الاميونو سبريسيف والسايكلوفوسفامايد، ده بيبقى في البيشنت نوت ريسبوندنج لاذر اميونو سبريسيف. يبقى دلوقتي اخر حاجه الانميت نيد فور بايولوجكس، انت بقى البايولوجكس ايجنت يستخدمه. طيب هو في ترايل، ايوه في ترايل، واول واحد استخدم هو الريتوكسيماب، وكان الكلينيكال ترايل ديزاين كان بروبلماتيك. ليه؟ لان الريتوكسيماب اتظلم سواء في اللونار اللي هي وزرينال انفولفمنت او في الاكسبلورر ستادي اللي هي وزاوت رينال، قالوا ان هو زيه زي البلاسيب. لكن لو احنا بصينا على الريتوكسيماب كلنا بيدينا ايه نتائج كويسه قوي. البي كمان ليمفوسايتس التارجت هو الايه البليموماب
البيولوجيكس بقى كلاسيفايد باي زير تارجت ثيرابي. الانترفيرون باسوي اللي هو الانيفرولوماب، البي سيل باسوي تارجتنج ايجنت اللي هو ريتوكسيماب وبليموماب، هم دول اللي هنتكلم عليهم. التي سيلز لسه ما ايه مش موجود يعني في ترايلز ولسه ما فيش حاجه سوليد نتكلم عليها. الريتوكسيماب زي ما قلنا هو اتظلم في الاكسبلورر واللونر واللونار ستادي، لكن البوست هوك ستادي لقوا الناس اللي سواء كانوا في الاكسبلورر او اللونر الاكتيفيتي بتقل، واخدين بالكم ازاي، وان العيانين بيمشوا كويس. فعشان كده بقول ان هو ستيل اوف ليبل ها، لكن هو ريسكيو ثيرابي. فين بقى؟ في الريفراكتوري رينال والاكسترا رينال زي السيتوبينيا ثرومبوسيتوبينيا نيوروسايكاتريك لوبس اكتيفيتي بروليفيريتيف لوبس نيفرايتس اند سيفير ارثرايتس. الريتوكسيماب بس الدوز بتاعته فيها مشكله، ندي زي روماتويد كل 6 شهور ولا ندي ازاي؟ دي اللي لسه الترايلز بيقولوا دلوقتي لونج الانترفال خليه كل 8، يا اما بدل ما تدي 1000 و1000 تدي 500 و500. وما فيش داتا طبعا بتسبورت الديفالوايزد بيزس كلها. ده كل الكلام اللي قلناه. نيجي للبليموماب. البليموماب هو الفيرست دراج تو بي ابروفد من الاف دي اي ها سينس 50 ييرز. ليه بقى؟ لان البليموماب نوت تيستد لا في السايكاتريك نيوروسايكاتريك لوبس ولا في الرينال. والحقيقه ادى ريزلتس جميله قوي اللي هو انتي بليز البليموماب. دي اللي حبيت ابين لكم كومباريزون حلو قوي بين الميليموماب والبرتكسوماب. اول حاجه المين انديكيشن البليموماب، انا عايز احط هنا معلش ما اتحطتش البيدياتريك لوبس، لان هو اف دي اي ابروفد اول 2020 فور بيدياتريك. ليه؟ لان انت مش عايز جلوكوكورتيكويد وبكل مشاكل الجروس في الاطفال. يبقى اول انديكيشن هي الايه البيدياتريك لوبس. الحاجه الثانيه بقى النيو اونست او بيرسيستنتلي اكتيف ديزيز ان سبايت اوف ستاندرد اوف كير، بتدي كل حاجه وهو ما بيتحسنش، او انابيليتي تو تابر جلوكوكورتيكويد لاقل من 7.5، يا اما العيان بيجي له فريكوينت ريلابس. بالنسبه للريتوكسيماب الاكتيف اورجان ثريتنينج ديزيز ريفراكتوري تو اميونو سابريسيف انكلودينج السايكلوفوسفامايد، يبقى دي اول حاجه في البوينتس ايه اوف ديفرنشيشن. الحاجه الثانيه ايه المانيفيستيشن مور لايكلي تو ريسبوند في البليموماب؟ الارثرايتس والميكوكوتينيوس مانيفيستيشن، والكوتينيوس مش الفيسرال فاسكولايتس، الكوتينيوس فاسكولايتس، ومالوش اي افكت على السيفير اورجان لايف ثريتنينج ديزيز. الريتوكسيماب لا ادي بقى في الارثرايتس الفاسكولايتس ايفن الفيسرال النيوروسايكاتريك السيتوبينيوس كلهم احنا بندي. طيب البريدكتور اوف ريسبونس ايه؟ الهاي ريسبونس الناس اللي عندهم بولي ارثرايتس بالبليموماب او ابتدوا بهاي ديزيز اكتيفيتي، واخدين بالكم، وايه وهاي دبل ستراند تيتر. الريتوكسيماب هنتكلم عليه دلوقتي. اللور ريسبونس الناس اللي سموكر او انت بادي اورجان ايه دامج، يبقى ازاي هيجيب نتيجه؟ الريتوكسيماب بقى الهاير ريسبونس طبعا في البولي ارثرايتس ثرومبوسيتوبينيا زي ما قلنا والاوتو اميون هيموليتيك انيميا، وبرده الهاي تيتروب انتي دبل. اللور ريسبونس لو انت بقى عندك ديسكويد سكين ليجن الحقيقه ما بتتحسنش قوي، او ميكسد كلاس اوف لوبس نيفرايتس. ايه الاونجوينج كلينيكال ترايل؟ هنقولها بس الكلام. صوروا هم بيدوا الريتوكسيماب وفولد باي بليموماب، الانيفرولوماب هنقول عليه كلمه، الاستكينوماب، وطبعا الانترفيرون الفا انتاجونست. الانيفرولوماب ده جميل قوي، ده انترفيرون الفا ريسبتور مونوكلونال انتي بوديز ان مودريت تو سيفير لوبس، جايب فيري بروميسنج اند جود ريزلتس. وبرده ده اللي كويس فيه ان اللو دوز مقربه قوي من الهاي دوز. اول ستادي كانت فيلير، لكن تاد ستادي تو ليد تو كانت سكسس.
الاستكينومب برومسينج لكن لسه السيفتي بروفايل لسه ما تقلش. الباراسيتينيب او الجاك 1 ان جاك 2 ده هنقول برضو اللي هو اورال سيلكتيف انهيبيتور في الاكتيف ديزيز، ولغايه الان في سكسسفول فيس 2 والسيفتي بروفايل زيه زي السيفتي بتاعه الباراسيتينيب في الروماتويد مثلا. يبقى بعد كده كل الكلام اللي قلناه ده، اللي مش هقول انا كل الجراف ده او الكلام ده، هو ان احنا تو بريفنت ايه الدامج. والكونكلوجن بقى ذا ديفلوبمنت اند امبلانتيشن اوف نيو ثيرابي لاكت بيهايند ذات اوف اذر روماتيك ديزيز، ده احنا عارفين، لكن الاون جوينج ان شاء الله تكون احسن. والف شكر وثانك يو فيري ماتش. دلوقتي الدكتورة حنان عبد الحليم كايرو يونيفرسيتي هتكلمنا على موضوع مهم لأنه موضوع جديد وممكن يقابلنا كلنا، وهو على الـ rheumatological complication of the checkpoint inhibitors. تفضل يا دكتورة حنان. السلام عليكم، سعيدة بوجودي مع حضراتكم النهاردة أساتذتي الأفاضل وزمايلي الأعزاء. أحب أشكر اللجنة المنظمة للمؤتمر على دعوتي للمشاركة في المؤتمر العلمي للجمعية بتاعتنا، وإن شاء الله يكون يوم علمي مثمر كلنا نستفيد بإذن الله. My talk today is about immune-mediated complications of checkpoint inhibitors, which represents a new rapidly expanding clinical entity we are facing in the last few years with the use of the novel cancer immunotherapy. Our data about frequency, clinical spectrum, and time of onset of these manifestations are deficient, as they are based mainly on case reports and case series of a heterogeneous patient population with a rather short duration of treatment. Overlapping symptoms in multiple organs can add to the challenge. So more experience and well-conducted prospective studies are necessary to establish the true incidence of these immune adverse events and their clinical consequences. Of interest, while this manifestation can be considered of target since they are distinct from the anti-tumor effect, some studies indicate that the occurrence of immune-mediated adverse events may be associated with improved tumor response. Discovery of immune checkpoint inhibitors was major breakthrough in cancer immunotherapy due to its novel mechanism of action, which magnifies the body's natural immune response to cancer. Nobel Prize in Physiology or Medicine in 2018 was awarded jointly to James Allison and Kazuko Honjo for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation. Negative immune regulation is mediated by immune checkpoints. Two immune checkpoints were identified: cytotoxic T lymphocyte associated protein 4, ICLA4, and programmed cell death receptor 1, PD1. This figure shows the inhibitory effect of ICLA4 on T cells. In resting naive T cells, ICLA4 is located mainly intracellular. T cell activation occurs when the T cell receptor binds to the antigen presented by the MHC molecule on antigen presenting cells and binding of CD28 to the costimulatory T7 molecule on the antigen presenting cells. Activation of the T cell leads to production of interleukin 2 with proliferation and increased survival. Also, will lead to upregulation of the ICLA4. To the surface of the T cell. ICLA4 has more affinity to bind B7 molecule than CD28. So it will compete with the CD28 to bind B7 and block the costimulatory signal CD28B7, leading to T cell energy and unresponsiveness. ICLA4 has another mechanism for immune suppression, as it is constitutively expressed by the T reg cells.
TITLA4 down-regulate the helper T-cell activity and enhance the immune suppression mediated by the regulatory T-cells. This figure shows the second immune checkpoint inhibitor, which is the Jorgram synthase receptor 1 that is present on the effector T-cell. When it binds to its ligand on the tumor cell, it will decrease the magnitude of immune response of the T-cell, leading to T-cell exhaustion, energy, and apoptosis. So we have two immune checkpoints with distinct role in inhibiting immune responses were identified. Cytotoxic T lymphocyte associated antigen 4, which regulates T-cell with the EU immune response belonging to in the lymph node and prevents in this receptor 1, which functions during the effector phase predominantly in the peripheral. The differences in timing and location of their actions suggest that anti-TITLA4 targeted therapies and anti-PD-1 therapies have the potential for additive or possibly synergistic effects in the treatment of advanced malignancy. Currently approved checkpoint inhibitors target the following molecules: TITLA4, PD-1, and PD-L1, which is a program-based ligand 1. These are the currently approved FDA-approved checkpoint inhibitor. One against TITLA4, three against BD1, and three against BDL1. First was approved in 2011, and the last in 2018. Now coming to the immune-related adverse events. The dramatic and durable responses seen with immune checkpoint inhibitors are often at the cost of increased toxicities. These toxicities are directly related to the mechanism of action of immune checkpoint inhibitors. The T-cell activation induced by checkpoint inhibitors commonly promote inflammatory or autoimmune-like side effects, known as immune-related adverse events. Studies have demonstrated that patients who develop these immune-related adverse events experience better tumor response. Most of these side effects are mild to moderate, but fulminant and even fatal toxicities may occur, and therefore, prompt recognition and management is important. Immune-related adverse events typically appear within few weeks to months of starting treatment, but they can arise at any time during the treatment, as early as days after the first infusion, but sometimes as long as 1 year after treatment has finished. The spectrum of toxicities is wide and can affect any organ system, most frequently the skin, gastrointestinal tract, endocrine glands, and lung. Specifically, rheumatic manifestations have been described. Because immunotherapy drugs are new, the full range of their side effects is still not known, as well as it is not known how long after the end of treatment they may appear. The diagnosis of these side effects, however, should always be accompanied by an extensive workup to rule out the more common cause of various diseases before attributing the cause to immune checkpoint inhibitors. خصوصاً احنا بنتعامل مع عيانين cancer و other comorbidities فممكن ان المانيفستيشن اللي تظهر دي يكون سببها other disease rather than the immune checkpoint inhibitors. In oncology trials, the immune-related adverse events are graded according to the common terminology criteria for adverse events, grade 1 mild, grade 2 moderate, grade 3 severe, grade 4 very severe, and grade 5 fatal. This figure shows that different systems can be affected by immune-related adverse events, neurological, ocular, musculoskeletal, cardiac, endocrine, gastrointestinal, pulmonary, renal, and cutaneous manifestation. I will go rapidly through the different systemic immune-related adverse events, بس عشان الوقت وهنخلي وقت أكتر للروماتولوجيك. فالفرست is the dermatologic and mucosal toxicity, which is the most common and it is the earliest to occur.
can occur even in after the first dose of the immune checkpoint inhibitor. It ranged from mild rash and intermittent pruritus to life-threatening Stevens-Johnson syndrome. Gastrointestinal toxicity is also common, presenting mainly with diarrhea and colitis. Rare cases of intestinal perforation has been described. It occurs more in patients receiving anti-CTLA-4 therapy. Confirmed diagnosis with detailed history and endoscopic analysis is very important as it may guide the therapy. Hepatic toxicity, which can occur with anti-PD-1 or anti-CTLA, but more with combination therapy. Previous liver disease is a risk factor for the hepatic toxicity. There is a case report of hepatitis B reactivation during the immune checkpoint inhibitor therapy. Immune-related hepatitis is the most common form of hepatic adverse events, but with hepatic infection, we have to check for hepatotoxic drugs, viral infection, and liver metastasis before diagnosing hepatic toxicity. Endocrine adverse events are common and include hypophysitis, thyroid dysfunction, primary adrenal insufficiency, hypopara, and type 1 diabetes mellitus. They occur more with anti-CTLA-4 therapies. Anti-CTLA can cause direct damage to the pituitary gland because the pituitary cells express CTLA-4. Endocrine adverse events are usually irreversible because permanent damage to the endocrine gland occur, and this is reflected on the therapy. فبالتالي التريتمنت هنا بيبقى هرمونال ريبليسمنت with no need to stop the cancer therapy. يعني أنا بحتاج إن أنا أدي هرمونال ريبليسمنت for life. Lung toxicity, هلاقي الميون تشيك بوينت انهبيتور ريليتد نيمونايتس is uncommon but potentially serious, as it is one of the most common causes of immune therapy related death. It occurs more frequently with BD1 or BD1, BDL1 immune checkpoint inhibitor. The underlying lung disease and prior thoracic irradiation are considered risk factors. It is crucial to exclude infections and metastasis before diagnosing lung toxicity secondary to immune therapy. Neurological toxicities are rare, less than 1%, but it may be fatal. So early consultation with a specialized neurologist is necessary. The pattern of neurotoxicity are different depending on checkpoint inhibitor use. CNS progression of cancer and paraneoplastic syndromes must be put in the differential diagnosis. So imaging of the CNS, lumbar puncture and CSF analysis, EMG for the nerve conduction study can help in the diagnosis. Cardiovascular toxicities are rare, but potentially life-threatening. Due to their rarity and rapidly fatal consequences, data are sparse and have included case reports or small case series. Mortality is high, with this frequently secondary to refractory arrhythmia or cardiogenic shock. The most common immune checkpoint inhibitor-related cardiotoxicity is myocarditis. Renal toxicities with acute interstitial nephritis is the most common immune-related nephrotoxicity pattern. Symptoms include oliguria, hematuria, or peripheral edema. In case reports, 30 to 60% of kidney rejection were identified in renal transplant patients. Therefore, immune checkpoint inhibitor should not be used in renal transplant patient. If acute renal injury occur, clinicians should check for history of drug use and discontinue any medication that may cause kidney damage. If kidney damage occurs that require dialysis, immune checkpoint inhibitor should be immediately stopped. Serum creatinine should be checked prior to every dose of immune checkpoint inhibitor therapy. With any new elevation in creatinine, consider holding the therapy while other potential causes are evaluated. Ocular toxicities are rare, less than 1% of patients. Can present with uveitis, iritis, and scleritis. With the most common is anterior uveitis. There are reported cases of patient developing Kwanagi-Harada-like syndrome, and ocular toxicity are more often noted in patients with melanoma.
And this can be explained through the cross-reactivity between malignant melanoma cells and normal choroidal melanocytes. Hematologic toxicities are rare, however, may be fatal, with autoimmune hemolytic anemia, aplastic anemia, immune thrombocytopenia, or coagulation factor deficiencies have been described. Also, HLH were reported after immune checkpoint inhibitor therapy. Now we are coming to the rheumatological immune-related adverse events. A wide range of rheumatologic toxicities have been observed with checkpoint inhibitors that appear to be distinct from other systemic immune-related adverse events in the term of variability in the time of onset, capacity for persistence in some cases need to be treated even after stoppage of the immune checkpoint inhibitor, relationship with the pre-existing autoimmune rheumatologic diseases, and they appear to have significant differences from their idiopathic counterparts. The true incidence of rheumatic immune-related adverse events is not as precise. This may be due to under-recognized by oncologists or under-reported in clinical trials or dismissed when they don't have life-threatening complications. دليل لأنه الأنكولوجي ترايلز بتستخدم الكومن ترمينولوجي كريتيريا فور ادفيرس ايفنتس تو كاتيجورايز ادفيرس ايفنتس. Most of the rheumatic adverse events are often coded as grade 2. وبما ان الكلينيكال ترايلز دي بتريبورت بس الادفيرس ايفنتس من grade 3 to 5, so they dismiss most of the rheumatologic manifestations. There is a wide range of rheumatic immune-related adverse events. It may be in the form of arthralgia, arthritis, polymyalgia rheumatica, myalgia, myositis, vasculitis, sarcoidosis, Sjögren's syndrome, lupus, and systemic sclerosis, but also a flare of pre-existing autoimmune rheumatic disease can be one of the presentation of this rheumatologic manifestation. Inflammatory arthritis is the most commonly reported rheumatologic immune-related adverse events. It can develop at any time during the immune checkpoint inhibitor therapy from 2 weeks to over 1 year from the initiation of the treatment. It also can persist up to 2 years even after immune therapy cessation. Different patterns of joint involvement are reported. If you have small joint inflammatory polyarthritis in patterns simulating in rheumatoid arthritis with mild to severe and erosive forms have been reported. P large joints oligoarthritis with or without inflammatory back pain, including patterns similar to reactive arthropathy, P new onset psoriatic arthritis. Unlike the original autoimmune diseases, antibodies like NCCB and rheumatoid factor were not seen in most of the patients presenting with bilateral inflammatory arthritis. Elevated sedimentation rate and CRP may be present, but utility of these markers to identify inflammatory arthritis is compromised by the comorbid malignancy. So imaging with MRI and ultrasound to show synovitis, tenosynovitis, or bony erosions is important to differentiate inflammation from other non-inflammatory causes of pain like joint metastasis. Inflammatory arthritis is more common in patients receiving anti-PD-1 or PD-L1 or combination therapy, and it usually occurs with other systemic autoimmune-related adverse events. The presence of long duration of immune checkpoint inhibitor treatment or use of combination therapy our presence of more than two other autoimmune-related adverse events can predict a more persistent course of arthritis. Immune checkpoint-induced myositis has atypical features compared to the idiopathic form, like distal weakness, bulbar, and oculomotor affection, and carries a higher mortality risk. Typical manifestations like skin affection and interstitial lung disease were largely absent. Clinical data showed early onset, concomitant presence of myasthenia and myocarditis were associated with high fatality.
The majority of patients had an increase in the CPK, but antibodies associated myocytes and myasthenia were negative in most of the cases. MRI is a useful imaging tool, especially in cardiac affection. Severe cases needs immune checkpoint inhibitor discontinuation, aggressive treatment with high dose steroid, plasma exchange, IVIG, and immune suppressant. Polymyalgia rheumatica can occur with the checkpoint inhibitors, either in isolation or with giant cell arthritis, but it carries atypical features like involvement of knee and hand joints. Acute phase reactant may be normal, and the course may be aggressive and not responding to usual treatment. Immune checkpoint inhibitor-induced cases of vasculitis are well described, but are relatively uncommon. Various forms of vasculitis can be reported, either large vessel, medium, or small vessel vasculitis. Isolated vasculitis affecting CNS and acral vasculitis with visceral ischemia were also reported. Antibody testing is negative in most of the cases. And because systemic vasculitis may be associated with severe clinical manifestation and target organ damage, immune checkpoint inhibitors should be discontinued and aggressive therapy implemented. Seca syndrome was reported in patients receiving immune checkpoint inhibitor therapy, but with atypical features, including mouth dryness more frequent than the ocular. Patients were more often males, atypical salivary gland biopsies, and the majority of patients had negative antibody tests. Sarcoidosis can present as cutaneous or systemic manifestation, systemic including lung, neurological, or ocular involvement. But FCT just showed high-level lymphadenopathy, tissue biopsy should be obtained for the differential diagnosis of cancer progression. Sarcoid-like reaction usually affects skin or lung and usually asymptomatic and needs no treatment. Immune checkpoint inhibitor-induced lupus is very uncommon, and according to the FDA Adverse Event Reporting System, SLE was reported in only 18 cases out of 4,870 rheumatic events. The few reported cases of lupus indicate several differences compared to the idiopathic lupus, such as older age and lack of striking female preponderance. Only a few cases with systemic sclerosis were reported with anti-BD1 treatment. Presented with skin thickening plus either lung or Raynaud's disease, none tested positive for specific autoantibodies. Because immune-related adverse events are new clinical entity and there is no enough experience in the management, the American Society of Clinical Oncology and the National Comprehensive Cancer Network developed a set of guidelines in February 2018 to serve as recommendation to clinicians regarding how to assess and manage the side effects associated with immune checkpoint inhibitors. They are general recommendations irrespective of the affected organs. It depends on the degree of severity of the adverse events. Before grade 1 toxicity, continue the immune checkpoint inhibitor therapy with close monitoring, except for neurologic, hematologic, and cardiac toxicity. While for grade 2, hold the immune therapy and consider resuming when the symptoms revert to grade 1 or less, and add corticosteroids. For grade 3 toxicity, hold the immune checkpoint inhibitor and initiate high-dose steroids to be tapered over 4 to 6 weeks. If symptoms don't improve within 48 to 72 hours, you can add infliximab. When symptoms revert to grade 1, rechallenging with immune checkpoint inhibitor may be offered, however, cautiously. Grade 4 toxicities warrant permanent discontinuation of the immune therapy, with the exception of endocrinopathy that have been controlled by hormone replacement. We can see that evaluation of the severity of rheumatic adverse events and hence its management and referral to rheumatologists depends mainly
on the severity grading according to the common terminology criteria, which don't accurately reflect the spectrum of severity of rheumatic adverse events. Together with the results of a recently published survey, which showed that large proportion of rheumatologists have limited experience and little confidence in the management of these rheumatic adverse events, highlights the need for proper guidance for rheumatologists. Already, ILAR published the April 2020 points to consider for the diagnosis and management of rheumatic immune-related adverse events due to cancer immune therapy with a checkpoint inhibitor, aiming to raise the awareness and to assist rheumatologists to improve the diagnosis and the management of patients with immune-related adverse events. The first 3 points consider diagnosis of the rheumatic adverse events, with the first stated that rheumatologists should be aware of the wide spectrum of clinical presentations of rheumatic and or systemic immune-related adverse events that often don't fulfill the traditional classification criteria of rheumatic musculoskeletal disease, زي ما احنا بينا في ال presentation of different rheumatic disorders. Second point, oncologists should be encouraged to consider rheumatologic assessment promptly when rheumatic musculoskeletal and systemic signs or symptoms are suspected due to immunotherapy, and rheumatologists should provide facilitated access for such patients. والبوينت دي اتعملت لانه لقوا انه في ديلي في الروماتولوجيكال ريفيرر لانه بيعتمد على الجريدنج سيستم وده بيحصل بس بقى عند جريد 3. وبالتالي التاسك فورس decided not to use the common terminology criteria grading system. Instead, they recommend prompt assessment as soon as the patient experiences moderate pain associated with any signs of inflammation, ideally before starting glucocorticoid therapy. Third point, metastasis and paraneoplastic syndromes and unrelated rheumatic diseases should be considered as potential differential diagnosis of rheumatic immune-related adverse events. Clearly, comprehensive assessment should focus on documenting evidence of target organ inflammation based on history, clinical features, lab tests, imaging, and or biopsy. In case of inefficacy of symptomatic treatment and depending on disease severity, local and or systemic glucocorticoid should be considered for immune adverse events. وهنا بالسيمتوماتيك تريتمنت يقصد النون ستيرويدال في حالات المايلد موديريت روماتيك مانيفستيشن. لوكال اللي هو الانترا ارتيكولار انجكشن اوف جلوكوكورتيكويد في حالات المونو ارثرايتس او الاوليجو ارثرايتس افتر اناليسيس اوف ذا سينوفيال فلويد اند اكسكلوجن of septic arthritis or metastatic joint disease. Systemic steroids بقى كان التاسك فورس recommendation because of concern of glucocorticoid on anti-tumor response. فهنا التاسك فورس didn't recommend using methylprednisolone pulse or high dose oral steroids in absence of life-threatening complication and prefer the concept of glucocorticoid sparing إذا احتاجنا doses كبيرة. الكيس سيريس الموجودة بينت انه الافريج سيستميك ستيرويد دوزس اللي استخدمناها كانت about 20 ملي بريدنيزولون بير داي في حالات الانفلاماتوري ارثرايتس، 40 ملي في حالات الجوجرين، 60 ملي في حالات الفاسكولارتس. السكند ريكومنديشن بقى للتاسك فورس قالت ان احنا نعمل رابيد تابرنج للجلوكوكورتيكويد تو ذا لوست افكتيف دوز وذين ويكس افتر improvement of the organ manifestation. والobjective dose اللي عايزين نوصل لها كانت 10 ملي جرام برينيزولون or less. Conventional synthetic DMARD should be considered in patients with insufficient response to acceptable dose of glucocorticoid or requiring glucocorticoid sparing. And case report and case series showed the use of many conventional DMARDs like methotrexate in inflammatory arthritis, which show safety up to 1 year when used mal immune checkpoint inhibitor, hydroxychloroquine for inflammatory arthritis for SLE, cyclophosphamide in case of vasculitis, mycophenolate in about 4 cases with systemic sclerosis. But sulfasalazine shows increased incidence of hypersensitivity reaction when used with the immune checkpoint inhibitor. For patients with severe immune-related adverse events or with insufficient response to conventional synthetic DMARDs, biologic DMARDs may be considered,
TNF or interleukin 6 inhibitors being the preferred options for inflammatory arthritis. Infliximab proved to be effective in treatment of checkpoint-induced colitis with no effect on the anti-tumor response. Interleukin 6 has been used in inflammatory arthritis of many reported cases. Inhibition of interleukin 17 was not recommended by the task force due to the limited data and concern about its effect on checkpoint inhibitor efficacy. Also, abatacept was not recommended by the task force due to mechanistic reason, as it may antagonize the anti-tumor response of checkpoint inhibitor. The decision to hold or continue the cancer immune therapy should be based on severity of rheumatic immune-related adverse events, the extent of required immune suppressive regimen, the tumor response and its duration, as well as the future oncology treatment plan in a shared decision with the patient. In point D, تكلم على myositis بس because it is a highly fatal toxicity. وبيقول إن myositis may be severe condition. وبالتالي immune therapy withdrawal needs to be discussed. In presence of life-threatening manifestation like bulbar symptoms, dyspnea, and myocarditis, high dose of glucocorticoid, IVIG, and or plasma exchange should be considered, and immunotherapy withdrawal is always necessary. This point is about pre-existing autoimmune diseases, which should not preclude the use of cancer immunotherapy. But baseline immune suppression should be kept at the lowest possible dose. For glucocorticoid, less than 10 milligram prednisolone per day. However, many patients may have a flare of the underlying condition and or appearance of new immune-related adverse events that require the use of glucocorticoid and or PMARs. Before initiation of cancer immunotherapy, there is no indication to test every patient for presence of autoantibodies. While in the case of unexplained rheumatic, musculoskeletal, or systemic symptoms, a complete rheumatologic assessment should be performed.